عبر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خلال زيارته صباح اليوم مركز إيواء المسنين بسوسة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، عبر عن الارتياح لعدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا أو حالة وفاة في صفوف جميع المسنين المقيمين بمختلف مراكز رعاية المسنين. وقد أثنى رئيس الحكومة الذي قام بمعايدة المقيمين بالمركز واطلع على ظروف إقامتهم ومشاغلهم، أثنى على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع المتدخلين والمشرفين على رعاية المسنين، معربا عن اعتزاز الحكومة بالتلاحم الذي يبدأه أبناء الشعب التونسي والتزامهم بتوجيهات الجهات الصحية للتحكم في الوباء. كما عرب الفخفاخ عن أمله في أن يتواصل المجهود الوطني لمكافحة الفيروس بنفس الوتيرة خلال الفترة الصيفية، معلنا بالمناسبة أن شهر جويليا القادم سيكون موعدا لاستئناف النشاط السياحي بتونس. واحنا الحمد لله ما سجلنا حتى حالة في حتى دار من ديار المسنين، وهذا يرجع الفضل ليه للمشرفين الكل، مديرين وعملاء وأعوان والوزارات اللي رعات الديار هذوما في كل بقعة في سوسة وفي كل مكان. كما نفتخر باللي صار في تونس في هالشهرين هذية من تلاحم ومن إرادة شعب كامل، حكومة وإدارة ومواطنين، باش تحكموا في هالوباء وخرجنا منه الحمد لله. إن شاء الله ما زلنا ما خرجناش كليا، ما خرجنا بصفة كبيرة، تحكمنا بصفة كبيرة. إن شاء الله ترجع زاد السياحة، وإحنا نأملوا أنه إن شاء الله ترجع وتتحل بداية شهر جويليا ونغطخاب الموسم السياحي، وهذا مهم لتونس ككل ومهم لسوسة بالخصوص وكل الجهات الساحلية بامتياز.